احنا ليه صفوت مش عارفين نتفق؟ ليه كده؟ هو احنا بنحاول نفهمكم يعني، انا اعتقد ان انا دايما بحاول افهم، والرجاله اعتقد كل الرجاله كمان بيحاولوا يفهموا، بس الموضوع صعب شويه، دماغكم معقده، حاسس ان هي الموضوع محتاج كتالوج يعني عشان نعرف. بالعكس احنا المعاملة معانا سهلة واحنا واضحين جدا ما وطريقتنا شاء الله. فيها مرونة، انتوا اللي طريقتكم صعبة شوية، احنا مش عارفين نفهمكم، احنا اللي محتاجين كتالوج واتنين وتلاتة كمان، ثلاث كتالوجات، ثلاث، ومش هينفع مش هيكفي كمان. امال انتوا دماغكم محتاجه كام كتالوج يعني؟ لا احنا احنا عشان والله نقدر، الطريقة يعني احنا الطريقة معانا سهلة جدا وفيها مرونة، سهل ان انت تفهم اي ست ما على شاء فكرة. الله ما ايوه شاء الله. والله. امال ليه في مشاكل يعني؟ ليه الناس مش قادرين، الرجاله والستات في مشاكل كتير، في ناس كتير بتشوف افعال بعض محيره، في حاجات كتيره قوي يعني. الراجل شوية بيحكم عقله أكتر من الست، وأوقات الموضوع ده بيقلب معاه بمشكلة أو جمود، بيبقى طريقته حادة شوية، بيبعد عن حتة العاطفة، والست عاطفية أكتر يعني بتحكم قلبها شوية وبتبقى مايلة للعاطفة عن الراجل، الحتة دي بقى بتعمل بينهم مشاكل. طب ما ماشي، هو العقل، هو تشغيل العقل ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ هو حاجة حلوة بس ما ينفعش على طول عقل. وما ينفعش على طول عاطفة. ما هو أنا لو مشغل عاطفتي على طول ومشاعري هي اللي تقويني، هتلاقي في قرارات كتيرة جدا في الحياة احنا مش قادرين ناخدها أو ما بنعرفش ناخدها صح، طول ما العاطفة هي اللي مسيطرة. بس ما احنا مش هنخلي العاطفة تسيطر على طول، بس برضو الرجالة المفروض يبقى في حتة عاطفة عندهم شوية، احنا عندنا على فكرة هي كل فين؟ حاجة مش والله، بنتأثر موجودة. وبنحب وعندنا عواطف ومشاعر وكل حاجة، بس هي الفكرة ان احنا بنعرف نفصل بس. لا بس العاطفة عندكم مستخبية مش واضحة قوي يعني، بتحكموا عقلكم ممكن انت زيادة تكوني عن بتقولي كده اللزوم. عشان انتوا بتحكموا العاطفة زيادة عن اللزوم.